السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هتكلم معاكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي، أحب أوضح لقناتنا قناة منح من كل الألوان بتعرض فرص ومنح دراسية بشكل مستمر، فريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب ان شاء الله بالنسبه لمنحه النهارده، هي منحه دراسيه ممتازه جدا في احد الدول الاوروبيه القويه، تمام؟ المنحه دي هتكون في دوله النمسا، تمام؟ المنحه دي مقدمه من حكومه النمسا بالتعاون مع مؤسسه اسمها OED، تمام؟ طيب المنحه دي هي عباره عن ايه؟ المنحه دي هي عباره عن فرصه تدريبيه من شهر حتى 4 شهور بحد اقصى، تمام؟ والتدريب ده هيكون في اي تخصص انت عايزه، يعني يعتبر كل التخصصات هتكون متاحه ان شاء الله. زي مثلا اللي عايز ياخد تدريب في العلوم الطبية، في العلوم الصحية، في العلوم التقنية، الفنون، في تخصصات هندسية، كل ده متاح، تمام؟ طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجه ليها، الفرصة دي هي موجهة لجميع المراحل الدراسية، سواء انت درجة بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه بتقدر تقدم، سواء انت طالب او خريج برضو بتقدر تقدم، تمام كده؟ هتكون متاحة إن شاء الله لجميع الدول، جميع الدول متاح ليها إنها تقدم على الفرصة دي. يبقى زي ما احنا قلنا، هي عبارة عن فرصة تدريبية عشان تاخد تدريب سواء أنت طالب أو خريج في أحد التخصصات، تمام كده؟ طيب بالنسبة للتمويل الخاص بالفرصة دي، تمويلها ممتاز جدا. أول حاجة بتكون رسوم الدراسة والتدريب مجانا، أنت مش هتدفع أي تكاليف خالص، تمام كده؟ تاني حاجة هيكون في راتب شهري مقداره 1050 يورو هتاخدهم شهرين عشان تغطي لك تكاليف معيشتك من حيث وجبات الطعام وما إلى ذلك. هيكون السكن كمان متاح. هيكون تذاكر الطيران متاح من بلدك إلى النمسا سواء ذهاب وعودة، برضه هيكون متاح إن شاء الله. كمان ما تنساش إن النمسا من دول الاتحاد الأوروبي، دول شنغن، اللي أنت ممكن تقدر تخش باقي، يعني لو معاك إقامة في النمسا بتقدر تخش باقي الدول بدون تأشيرة، سواء ألمانيا أو غيره من دول شنغن تقدر تخشها من غير تأشيرة، تمام؟ دي برضو من ضمن المميزات. وكمان من المميزات ان انت لما هتروح تاخد الدورة التدريبية دي بحد اقصى 4 شهور، فانت كمان دي يعني هتعطيك زي كورس كده في اللغة الالمانية بالاحتكاك مع الشعب هناك، فانت برضو هتتعرف على اللغة الالمانية، لان اللغة الالمانية هي اللغة الرسمية في النمسا، تمام؟ طيب زي ما انا قلت ان التخصصات كلها هتكون متاحة ان شاء الله، تقدر تقدم على اي تخصص انت عايزه، سواء علوم صحية او طبية او هندسية، تمام؟ بالنسبة للجامعات المشاركة، عندنا تعتبر كل جامعات النمسا مشاركة، لأنك بتقدر تختار الجامعة المناسبة ليك على حسب التخصص اللي أنت عايز تدرسه أو اللي أنت تاخد فيه التدريب، فكل جامعات النمسا متاحة، لأن المنحة دي مقدمة من الحكومة. طيب هنا عندنا شوية ملاحظات، إن المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية عند التقديم فيها، مش مطلوب منك لا أيلتس ولا تويفل ولا شهادة لغة بشكل إنجليزي، تمام؟ تاني حاجة، المنحة دي فيها حد أقصر العمر، بمعنى إيه؟ لو أنت طالب أو خريج من درجة البكالوريوس أو الماجستير لازم يكون سنك لا يتجاوز ال 35 عام. لو انت طالب من درجة الدكتوراه او خريج من درجة الدكتوراه لا يتجاوز سنك ال 40 عام. ودي شروط المنحة، وزي ما انا قلت انها متاحة للطلاب والخريجين ايضا. طيب بالنسبة بقى لاخر ميعاد للتقديم في المنحة دي هو 1 مارس 2021، ده اخر ميعاد عشان تقدم في المنحة، تمام؟ طيب بالنسبة لموعد بدء التدريب هيكون يوليو 2021 هو ميعاد بدء التدريب في الفرصة دي. بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم، أوراق بسيطة مش معقدة. أول حاجة إثبات، لو أنت طالب حاليا بتدرس بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه تجيب إثبات من جامعتك، لو أنت خريج تجيب شهادة التخرج، مطلوب صورة جواز سفر خاصة بيك، مطلوب السيرة الذاتية بتاعتك، 2 خطابات توصية، كتابة مقال إنية، كتابة مقال بحثي أو خطة بحثية في حالة لو هتقدم للماجستير أو الدكتوراه، تمام كده؟ طيب كده يبقى احنا شرحنا كل تفاصيل المنحة. كمان ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الألوان بتوفر خدمات إضافية، زي توفير يعني منح في الصين مضمونة القبول بنسبة 100%، بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، خدمة تجهيز الأوراق عشان تقدم بيها في نفسك في أي منحة، وخدمة التقديم على الكورسات لتزود من حظوظك في الفرص والمنح. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقيها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو ده وفي أسفل المقالة أيضا، تمام كده؟ خلينا دلوقتي نروح نشوف الإعلان الرسمي للمنحة وأبليكيشن التقديم. وده طبعا الويب سايت الخاص بنا، هتلاقوا طبعا كل الفرص والمنح موجودة هنا، فياريت برضه تصفحوا الويب سايت عشان عليه فرص ومنح كتيرة جدا. طيب دي الفرصة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي فرصة التدريب العملي المقدم من حكومة النمسا، هتلاقوا برضو كل التفاصيل اللي انا قلتها موجودة هنا مشروحة بشكل واضح كتابتها.
الاوراق المطلوبه، اخر ميعاد، الملاحظات اللي احنا قناتنا بتقدم خدمات اضافيه، يعني كل التفاصيل اللي انا قلتها برضه هتلاقوها هنا. طيب هتلاقي هنا اللينكات بقى الخاصه بالابلكيشن والاعلان الرسمي. هتيجي هنا للاعلان الرسمي الخاص بالمنحه اللي فيه كل التفاصيل، ده الموقع الرسمي اصلا يعني موجود فيه كل التفاصيل وباللغه الانجليزيه، تمام؟ هتلاقي هنا بقى كل التفاصيل موضحه، ان كل الدول متاحه للتقديم ما عدا دوله النمسا، التخصصات المتاحه، كل الدرجات العلميه متاحه، الحد الاقصى للسن، كل التفاصيل هتلاقوها متاحه، تمام كده؟ طيب ده الاعلان الرسمي. خلينا دلوقتي نروح نشوف ابلكيشن التقديم. كمان ما تنسوش ان ده رابط خدماتنا الاضافيه اللي فيه كل الحاجات اللي احنا بنوفرها بشكل اضافي، تمام؟ هنا ده ابلكيشن التقديم، هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم، تمام؟ طيب ابلكيشن التقديم هيفتح معاك بالشكل ده. طيب ايه الشكل ده؟ انت هتلاقي هنا عندك مكتوب باللغه الالمانيه لان النمسا اللغه الرسميه فيها اللغه الالمانيه، فانت حاول تحول الموقع للغه الانجليزيه عشان تعرف تفهم ايه المحتوى بتاع الموقع، تمام؟ هنا اللغه الالمانيه واللغه الانجليزيه، فهيفتح معانا دلوقتي الموقع باللغه الانجليزيه. طيب انت كمستخدم جديد على الموقع لازم الاول تسجل اكونت، انت ما عندكش اكونت او ما عندكش بروفايل على الموقع فلازم تسجل الاول، فتحط اسمك هنا، اسم العائله، تحط الايميل بتاعك، تعمل تاكيد للايميل، ده كود، تمام؟ اي دي كده، انت شوف بتحط اي دي من عندك، شوف الاي دي اللي انت عايز تعمله ايه، تعمل له كرييشن واعمله، تمام؟ وتعمل باسورد هنا، تعمل كرييت باسورد، تعمل كونفرميشن للباسورد، وبعدين بتضغط على كلمه سند دي، فالايميل اللي انت كتبته هنا بيوصلك عليه لينك تفعيل، بتفعل اللينك ده ويبقى انت كده بنجاح دخلت للويب سايت الخاص بالمنحه، تمام؟ طيب بعد كده انت دلوقتي عملت الاكونت وكله تمام، تعمل ايه بعد كده؟ بتيجي بتحط الاي دي بتاعك اللي انت انشاته والباسورد عشان تدخل للابلكيشن وتملا كل سيكشن داخل الابلكيشن. فانا هاجي مثلا احط الاي دي بتاعي، ده الاي دي بتاعي اللي انا عملته، هاجي اكتب الباسورد، تمام؟ وده الباسورد اللي انا عملته، وبعدين اضغط على كلمه لوجن عشان يدخل معايا للابلكيشن بتاعي، تمام كده؟ طيب اول ما هيفتح معايا هيفتح معايا بالشكل ده، تمام؟ هنا بيديني شويه ملاحظات، ايه الاوراق المطلوبه مني، باسئله شائعه برضو ممكن تتعرف عليها، كل ده يعني كنبذه كده عن المنحه في البدايه، تمام؟ طيب هتيجي هنا في الجزء ده، طبعا انا عشان عملت ابلكيشن سابقا فبيظهر لي اوبن يور ابلكيشن، ولكن انت هيظهر لك كلمه اسمها كرييت ابلكيشن لو انت لسه ما انشاتش ابلكيشن على الموقع، تمام؟ طيب هتيجي تفتح الجزء ده من هنا سواء اوبن او كرييت، وتضغط عليها عشان يدخل معاك لاجزاء الابلكيشن الداخليه و كل جزء فيه تخلصه، تمام؟ طيب اول ما تفتحه هيظهر معاك بالشكل ده، تروح بقى للجزئيه دي دوكيومنت، تمام؟ الجزء ده بقى هو اساس الابلكيشن نفسه، هو اللي فيه كل المعلومات المطلوبه او الاسئله المطلوبه ان انت تملاها. طيب هتلاقي هنا، بص كده، هتلاقي كذا سيكشن مطلوب منك، كل سيكشن من دول لازم تدخل عليه وتعدله. على سبيل المثال بيزك داتا، تدخل تعمل لها تعديل من هنا اللي انت تحط بقى فيها بياناتك، تمام؟ في البيزك داتا هنا بيسالك اسئله، المنحه اللي انت عايز تقدم عليها، المده اللي انت هتقعدها، طيب اتعرفت على المنحه دي منين، الكلام ده كله، تمام؟ بعدين بترجع للسيكشن اللي بعده، عفوا، بعدين بترجع للسيكشن اللي بعده اللي هو البيرسونال داتا، بتخش برضه على البيرسونال داتا اللي هي المعلومات الشخصيه الخاصه بيك، وبرضه بتملا المعلومات الشخصيه. هنا الادرس ده فيه بياناتك، يعني بيانات الاقامه بتاعتك، انت قاعد فين حاليا، الدوله اللي انت مقيم فيها. طبعا انا مش هقعد بقى اخش على كل سيكشن من دول واوريكم ايه اللي موجود فيه لانها اسئله بسيطه، انا هحاول اشرح لكم المضمون من بره، تمام؟ الادرس هتحط فيه بيانات الاقامه بتاعتك الحاليه. هنا الكيورنت يونيفرستي اديوكيشن، يعني يعني الجامعه اللي انت بتدرس فيها حاليا اذا كنت بتدرس حاليا، تمام؟ بتحط برضو البيانات دي هنا. الكومبليت اديوكيشن اللي هي الدراسه اللي انت خلصتها، ايه المرحله الدراسيه الاخيره اللي انت خلصتها، تمام كده؟ تمام؟ طيب الكيورنت اكاديميك اوكيوبيشن، لو انت حاليا دلوقتي بتشتغل مثلا معيد، بروفيسور، ما الى ذلك، بتحط برضو البيانات دي هنا. بابليكيشنز، المنشورات، لو انت عندك مثلا عملت قبل كده بابليكيشن لحاجه معينه، يعني مثلا اتحط بحث مقال بحث ليك في جورنال مثلا او اي حاجه من الحاجات دي، فبرضه بتثبتها هنا، تمام؟ ودي بنسبه كبيره بتبقى مطلوبه لطلاب الدكتوراه، تمام؟ طيب بعد كده بترجع،
بعد كده بترجع بتخش على انترناشونال اكسبيرينس، لو انت عندك خبره دوليه سافرت لدوله قبل كده بتوضح ده، تمام؟ كل الاجزاء دي بتوضحها هنا. لو اخدت 3 اسابيع بره، يعني ما سافرت لدوله اقل من 3 اسابيع او اكتر من 3 اسابيع، تمام، بتوضح ده برضو هنا. لو انت عندك بقى اكسبيرينس بشكل عام، كورسات، دورات تدريبيه، بتضيف ده هنا برضو، تمام. البروفيشنال داتا، هاي سكول اديوكيشن، المعلومات، المدرسه الثانويه بتاعتك، اللغات اللي انت بتدرسها، اللغه الانجليزيه، يعني مستواك في اللغه الانجليزيه، تمام. كل ده بتذكره هنا. مده المنحه اللي انت عايز تبداها، خطه البحث، مطلوب خطه بحث، وبشكل كبير هتبقى لطلاب الماجستير والدكتوراه، تمام. كل بقى السكشنز اللي جاي دي كلها بقى يعني ايه المعلومات المطلوبه، زي هنا الليتر اوف ريكومنديشن، معلومات التوصيه، تحط برضو بيانات شخصين سواء اساتذه او شخص صاحب عمل يعرفوك، وتحط بياناتهم هنا عشان يعملوا لك التوصيه، تمام. بتيجي هنا لاخر جزء اللي هو الابلودز، وبتحط فيه بقى الشهادات، هنا ارفاق يعني الايه البروفمنت، الاثباتات او الشهادات بتاعتك، تمام. تحط بقى التوصيات ترفقها هنا، تحط صوره جواز السفر بتاعتك، كل الكلام ده تضيفه هنا. لو انت عندك شهادات لغه برضو بشكل اضافي مفيش مشكله بتحطها، تمام كده. يبقى دي السكشن اللي انت بتضيف فيه الاوراق الخاصه. طيب بعد كده لما انت بتخلص بقى كل الجزء ده، بترجع بقى تاني للانفورميشن، وبيظهر لك اللي هو الزر بتاع السبميت. يعني انت بعد لما بتكتب كل البيانات دي، خلاص دي الصفحه الرئيسيه، بتكتب كل البيانات دي وبتملا كل الدوكيومنتس اللي موجوده، كل الحاجات، الاستيتيو بتاعت الابلكيشن بتتحول لسبميتد. يعني هي دلوقتي ان سبميتد، يعني غير مرسله للمنحه، وبعد كده بتتحول لسبميتد بعد لما بتملا كل سيكشن من الاشياء المطلوبه داخل الابلكيشن، تمام كده. فالابلكيشن بسيط مش معقد، ولكن كل سيكشن فيه لازم تملاه بعنايه، وتكتب المقالات المطلوبه، خطه البحث، صوره جواز سفر تحطها، كل الاشياء المطلوبه تحطها بعنايه، تمام. فكده شرحنا كل تفاصيل المنحه. ما تنسوش ان احنا بنوفر خدمات اضافيه، خدمه المساعده في التقديم لاي فرصه منحه انت عايزها بشكل احترافي، نوفر منح مضمونه القبول في دوله الصين، ورابط خدماتنا الاضافيه هتلاقيها من هنا، وكمان ممكن تتعرف على اراء الناس اللي قدمت من خلالنا سابقا، تمام. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.